الدراسات اللي بنت عليها المسار برضو تلقى الضربة بالإجراء الاقتصادي ده. الإجراء إيه؟ الاقتصادي. الاقتصادي ده. طيب إحنا حاولنا نصلح ده ونقف جنبهم سواء من خلال مبادرات من البنك المركزي عشان نحاول نقوم. نجحنا مع جزء وما قدرناش نكمل، مش ما قدرناش عشان ماليا، عشان ما بقاش اقتصاديا ممكن يشتغل، ما ينفعش. يعني وقفنا مديونية، ألغينا ضرائب، أسقطنا مثلا حاجة للكهرباء كده يعني عشان أديله فرصة إن هو يقوم تاني. لكن ده الضربة التانية. الضربة التالتة في أزمة كورونا والأزمة الروسية. اللي هي نتيجة الأزمة ديت سلاسل الإمداد اللي بنجيب منها قطع الغيار ارتفع سعرها كتير. فبدل ما كنا بنشتري الحاجة ديت وبننقلها، الكونتينر كان برقم يعني 800 900 دولار بقى 10 و 12 ألف دولار. ده كان ليه تأثير كبير على السلاسل بتاعت الإمداد. الحاجة التانية يا يوسف، أنت في النهاية معاك قرشين كدولة في بالدولار، يعني ليك دخل. دخلك من الدولار بيجي منين؟ بيجي من قناة السويس، تحولات المصريين في الخارج، بيجي لك من الصادرات بتاعتك سواء كان زراعية أو صناعية، والآخر حاجة السياحة. في حاجة روعة؟ مفيش تاني. مفيش. هل عندك موارد تجيب لك مال سايل تبيع مثلا خامات أو كده؟